اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن ربيع ياسين. ازيك كابتننا؟ كابتن اسلام، منور ومنور. ربنا يخليك يا استاذ، سعداء جدا سعيد بحضرتك معانا. التوفيق دايما وموفق دايما، ربنا يخليك. النهارده في ثلاث اخبار نزلت على الموقع الرسمي للنادي الاهلي. يا كابتن برضو اعرف تعليق حضرتك. الخبر الاول وهو انتهاء علاقه مودست لاعب النادي الاهلي بالنادي الاهلي، كان النهارده اخر يوم في التعاقد بتاعه. انا بقول له معلش، يعني شرفتنا طبعا واهلا وسهلا بيك، حاولنا كتير جدا معاك، والنادي الاهلي طبعا تعاقد معاك على انك تادي، لكن ما كانش فيه توفيق. انت لعيب طبعا عندك سي في جامد جدا، ولعيب نجم مكان يعني، فنتمنى لك التوفيق وتجربه طبعا كويسه، ونورتنا وان شاء الله بالتوفيق باذن الله تعالى. وهو الحقيقه كان سعيد جدا في كلامه في هذا الامر، وقايل ان هو تشرف بتواجده في نادي القرن النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين الاهلي بيشكر مودست ويتمنى له التوفيق. وجه النادي الاهلي الشكر للفرنسي انتوني مودست لاعب الفريق الاول لكره القدم بعد انتهاء عقده بنهايه الشهر الجاري، واكد على تقديره الكامل لما قدمه مودست طوال فترة تواجده من التزام وجهد وروح عالية مع زملائه. ساهمت في إحراز 3 بطولات، وكان مودست من اللاعبين الملتزمين دوما بقواعد النادي وبتعليمات الإدارة الفنية، وسعى كثيرا للتعاون مع زملائه في كل المباريات التي شارك فيها بما يحقق مصلحة الفريق، وتمنى النادي التوفيق والنجاح لمودست في رحلته القادمة. علاقة محترمة ما بين لاعب ونادي طبعاً. كبير الفنيات دي بتروح وتيجي يعني على رأي حضرتك، دي حقيقة. لكن هو حاول والنادي حاول يساعده، الاثنين خرجوا باقتدار حقيقي، دي حقيقة. طيب أما الخبر الثاني وهو التجديد لواحد من كباتن النادي الأهلي كابتن محمد هاني اللي جدد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة 3 سنوات. محمد هاني يجدد تعاقده مع النادي الأهلي 3 سنوات. جدد محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقده مع النادي لمدة 3 سنوات قادمة، وأنهى اللاعب كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد مؤكدا على سعادته باستكمال مشواره مع ناديه للاستمرار في العطاء وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات واسعاد جماهير النادي الاهلي. اعتقد خبر جيد، يستاهل. محمد ماشي كويس واساسي ومؤدي دوره، وفي منتخب مصر انا عاوز باك رايت منتخب مصر. فاني من اللعيبه طبعا من ابناء النادي مفيش كلام، قدم كتير جدا، واني في تطور دايما بامر الله تعالى، وان شاء الله يكون افضل واحسن الفتره القادمه. هدى فتره ماضيه على اكمل ما يكون، ان شاء الله القادم يكون افضل واحسن، وبنبارك له بالتوفيق ان شاء الله. الف مبروك لواحد من نجوم الفريق وواحد من كباتن الفريق كابتن محمد هاني، تجديده للنادي الاهلي لمده 3 سنوات. اما الخبر الثالث، اجتماعات هامه جدا للجنه التخطيط. زي ما حضراتكم عارفين كابتن خطيب مسافر للعلاج، ولكن اجتماعات هامة للجنة التخطيط. زي ما حضراتكم شايفين عقدت لجنة التخطيط عدة اجتماعات ظهر اليوم برئاسة كابتن محسن صالح وعضوية كابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة. بدأت بجلسة مطولة مع إدارة الاسكاوتينج لاستعراض التجهيزات التي تمت على مدار المرحلة الماضية، لا سيما بعض اللاعبين الأجانب المرشحين الذين سيكونون في المتناول إذا ما كانت هناك حاجة إليهم بعد الاستماع للرؤية الفنية وتحديد احتياجات الفريق. وعقب هذه الجلسة كان هناك اجتماع آخر مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بحضور كابتن خالد بيبو مدير الكرة، واستمعت اللجنة إلى رؤية كولر واحتياجاته الفنية المطلوبة، وكذلك بقية الأمور التي تساعد الفريق على المزيد من النجاحات والانتصارات في الموسم الجديد على الصعيدين المحلي والقاري. واختتمت اللجنة اجتماعتها مع كابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين لمناقشة استعدادات القطاع للموسم الجديد، وأيضا كابتن شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية للاطمئنان على انطلاقة قوية لفريق الكرة النسائية. إذن اجتماعات عديدة في ظل عدم تواجد الكابتن محمود، ولكن كابتن محسن صالح هو اللي كان متولي هذه الاجتماعات، واجتماعات مع كولر أو الأول مع إدارة الاسكاوتينج لتحديد ما هو مطلوب، ثم
كولر وتحديد ما هو مطلوب في فريق الكوره، ثم كابتن وليد سليمان وقطاع الناشئين، وكابتن شادي محمد والكره النسائيه. تحديات كبيره جدا طبعا، طول النادي الاهلي في تحديات وفي ضغوط طبعا، لاحراز البطولات واسعاد الجماهير والحفاظ على اسم الكيان والكيان الكبير. فالبطولات ما بتجيش ابدا غير بالتخطيط وبالنظام وبالتنسيق وبالتحمل المسؤوليه وبالجهد وبالكفاح والاخلاص والفنيات. طول عمر النادي الاهلي بيعتمد على الجهد، بيعتمد على الله ثم الجهد، بيعتمد على الله ثم الكفاح والنظام والتركيز والالتزام والاصرار والاراده. نعم. والفنيات في الاختيارات. فكل جهاز النهارده مسؤول عشان الموسم الجديد لاسعاد الجمهور والحفاظ على اسم الكيان الكبير. ده دايما هدف اداره النادي الاهلي، عشان كده في لجنه ولجنه ولجنه، لجان دايما، لجان موجوده مسؤوله عشان القادم باذن الله تعالى هو اسعاد جماهير النادي الاهلي والحفاظ على اسم الكيان الكبير. طيب خلينا يا كابتن بقى نطلع نشوف تقرير عن تحضيرات النادي الاهلي للقاء طلائع الجيش اللي هو هيكون بكره، وبعدين هنرجع اكلم حضرتك عن المباراة السابقة ومباراة طلائع الجيش إن شاء الله.